الدهن المزدوج او اللغلوغ او اللغد او الدهون الموجودة اسفل الدقن، مسميات كتيرة. المشكلة مهمة بنعاني منها كتير ونبقى عايزين نتخلص منها في اسرع وقت. النهاردة جاي لكم بثلاث وصفات بسيطة جدا باذن الله نبدأ نطبقها في البيت، وهنبدأ مع الوصفات دي هنحس باذن الله بتغير كبير في المناطق اللي فيها الدهون اسفل الدقن، كمان في الجلد الموجود في المنطقة دي. لو كنت عايز تعرف الوصفات وازاي اقدر اطبقها باذن الله تابع معانا الفيديو الاخر. ولو اول مره تزورنا في القناه واول مره تشرفنا، ما تنساش تفعل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد واشعار بكل حلقه، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويكبر ويوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل شير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا لصحتنا، هتكلم فيها عن مشكله اللغلوغ او اللغد او الدقن المزدوج او تجمع الدهون في منطقه اسفل الدقن. وقبل ما ابدا الفيديو وابدا الحلقه، حابب اشكر لكل المتابعين للقناه على دعمكم المستمر، فلكوا كل الشكر والتحيه والتقدير. عشان كده القناه بدات تكبر باللايكات بتاعتكم والشير بتاعتكم، كل الشكر والتقدير، وباذن الله اعمل لكم فيديوهات تليق بيكم ودايما اكون عند حسن الظن باذن الله. جات لي تعليقات من احد المتابعين انه عايز وصفه لمشكله الدهون اسفل الدقن، حبيت اقدم وصفات بسيطه وسهله تقدروا تطبقوها تجيب باذن الله نتيجه كويسه معاكم، واخترت الوصفات اللي هتساعدكم باذن الله وهتجيب نتيجه مضمونه في علاج مشكله الدهون اسفل الدقن مع التعليمات والنصايح اللي انا هتكلم عليها. وعملتوا ده كله باذن الله هتلاقوا تحسن وتغير كبير في الجلد وفي منطقه الدهون اسفل الدقن، باذن الله النتيجه هتكون ممتازه وعظيمه وهايله جدا. والنهارده جاي لكم بثلاث وصفات سحريه وسهله جدا نقدر نطبقها باذن الله في البيت بطريقه بسيطه وسهله جدا، باذن الله هتحسن من مشكله الدهون الموجوده في اسفل الدقن باذن الله بدرجه كبيره جدا. بس قبل ما اتكلم على الوصفات بتاعه الدهون اسفل الدقن، هتكلم عن اسباب اللغلوغ او الدقن المزدوج. اول سبب هو التقدم في العمر، مع زياده العمر تبدا منطقه الجلد تضعف والعضلات تضعف ويبدا يحصل فيها ترهلات، وبتبدا الدهون تتجمع في المنطقه دي وبتتكون مشكله دهون اسفل الدقن. والسبب الثاني هو الجلوس لفترات طويله في وضع خطا، بتبدا الدقن والرقبه تبدا تتني والجلد بيضعف والعضلات تضعف وتتكون دهون اسفل الدقن. وثالث سبب قله ممارسه الرياضه، بيضعف العضلات وبيضعف الجلد وتتكون مشكله الدهون اسفل الدقن. ورابع سبب هو التوتر، التفكير بصفه كبيره بيبدا يزود نسبه السكر في الدم، بتبدا الدهون تزيد في الجسم وتجمع الدهون في مناطق كبيره برضو، بيبدا دهون اسفل الدقن بتزيد. وكمان خامس سبب هو السمنه، زياده الوزن والاكلات السريعه وعدم تنظيم الاكل ووضع اوقات للاكل، تبدا مشكله دهون اسفل الدقن تزيد لان الجسم بيبقى فيه دهون كتيره. وخامس سبب هو اسباب وراثيه. لو اتكلمت على الوصفه الاولى السهله جدا هو استخدام زيت جنين القمح، وزيت جنين القمح من الزيوت المهمه جدا اللي بتساعد على شد الجلد وتقليل ترهلات الجلد وكمان علاج مشكله دهون اسفل الدقن او الترهلات اللي اسفل الدقن. غني بفيتامين ايه اللي هو بيساعد على شد الجلد بدرجه كبيره جدا، وغني بفيتامينات زي فيتامين بي 6 والفيتامين بي 9 وحمض الفوليك، غني بمعادن زي المغنيسيوم والفوسفور، وبيحفز انتاج بروتين الكولاجين بدرجه كبيره جدا اللي بيساعد على شد الجلد. الطريقه اللي انا هستخدمها ازاي، اللي انا هجيب زيت جنين القمح، بجيب معلقه بسيطه ببدا اخدها وببدا اعمل بيها تدليك مساج بشكل دائري من تحت لفوق كده، بحاول اعمله من تحت لفوق وبحاول اشد الجلد اللي في منطقه الدهون اسفل الدقن، وبعمل المساج ده لمده 5 ل 10 دقائق. بعد كده بسيب الزيت على الجلد لمده نص ساعه وبعمله كل يوم بالليل قبل ما انام. لو اتبعت العاده دي باذن الله واستعملت الزيت بالطريقه دي باذن الله هلاقي تحسن كبير في الجلد في منطقه الدهون اسفل الدقن، وهيتشد وهيظهر التحسن باذن الله مع اول اسبوع في استعمال الزيت، هيبدا التحسن باذن الله يزيد. بس مهم جدا اخد بالي ان زيت جنين لازم احفظه في الثلاجه لانه بيفسد مع درجه الحراره العاليه. وكمان مهم جدا للناس اللي عندها حساسيه من القمح او الجلوتين بصفه عامه يحاولوا يبعدوا عنه. الناس اللي ما عندهاش اي مشاكل ولا حساسيه ولا تحسس منه برضو ممكن يجربوا يجيبوا الزيت على جسمهم، يبدا يحطوا مثلا الزيت حوالين الودن او يعملوا جزء نقطه صغيره ورا الودن. لو ما حصلش معاهم اي علامات تحسس ولا حاجه لمده 5 ل 10 دقائق يبداوا يستخدموا الزيت. الوصفه الثانيه هو استخدام زيت اللوز الحلو، وزيت اللوز الحلو ليه دور كبير جدا في تقليل الترهلات اللي في الجلد، بيساعد على شد الجلد بطريقه كبيره جدا، وغني مضادات الاكسده اللي بتقلل من اثار الشيخوخه وتلف الخلايا، بيعالج من مشكله دهون اسفل الدقن بدرجه كبيره جدا لانه بيشد الجلد فبيحسن الجلد حوالين منطقه الدهون اسفل الدقن او الترهلات الموجوده في الجلد. غني بفيتامينات زي فيتامين الف وفيتامين بي المركب، وغني بفيتامين اي اللي بيساعد على شد الجلد. فزيت اللوز الحلو ليه فوائد متعدده جدا جدا في شد الجلد وتقليل من مشكله دهون اسفل الدقن. برضو بجيب معلومة
معلقه واحده ببدا احطها واعمل بيها مساج زي ما عملت زيت جميل القمح، برضو بعمل مساج بطريقه دائريه والفوق من تحت لفوق كده، خلي مده 5 ل 10 دقائق مساج. بعد كده بسيبه برضو على الجلد من نص ساعه الى ساعه، وبعد كده ببدا اشيله فوطه فيها ميه دافيه وبدهنه كل يوم بالليل قبل ما انام على المنطقه اللي فيها دهون اسفل الدقن. والوصفه الثالثه والوصفه الاخيره مهمه جدا، استخدام زبده الكاكاو لشد الجلد. وزبده الكاكاو مهمه جدا وغنيه بمضادات الاكسده اللي بتساعد على شد الجلد، بستخدمها بصوره دافيه. اجيب معلقه زبده كاكاو ممكن احطها في الميكرويف اسخنها شويه خليها تدفى، وببدا اخدها واحاول اعمل بيها مساج في المنطقه اللي هي فيها الدهون اسفل الدقن، واحاول اشدها واعمل مساج بشكل دائري من تحت لفوق بالشكل ده، وبحاول اشدها اشد كويس الجلد في المنطقه دي، وابدا اعملها برده كل يوم بالليل قبل ما انام، بسيبها على الجلد على الاقل ساعه بعد ما عملت المساج، وبعد كده ممكن اشيلها. واكرر الوصفه دي كل يوم بالليل، لان زبده الكاكاو غنيه جدا بمضادات الاكسده، بتقلل من اثار الشيخوخه وبتقلل من ترهلات الجلد، بتساعد على شد الجلد بدرجه كبيره جدا. باذن الله مع تطبيقنا للوصفه دي هنلاقي تحسن كبير في منطقه دهون اسفل الدقن. مش دايما برضو اخد بالي ان انا احول اول وزني اعمل دايت او اعمل نظام غذائي يقلل من الوزن، احاول برضو احاول ابدا اقعد في وضع طبي فرد ظهري وفرد صدري، وما اقعدش فتره طويله وانا تاني رقبتي عشان اتغلب على مشكله دهون اسفل الدقن. وتالت نصيحه مهمه جدا، احاول اعمل تمارين ازاله الدهون اسفل الدقن، وانا عملت فيديوهين قويين عن ازاله الدهون اسفل الدقن باقوى تمارين، 3 تمارين و11 تمرين ازاله الدهون اسفل الدقن، باذن الله هسيب لكم الرابط بتاعهم في الوصف تطلع عليهم. يعني لو عملنا الوصفات دي باختصار مع ممارسه التمارين اللي انا اتكلمت عليها، باذن الله هلاقي تحسن كبير في منطقه الدهون اسفل الدقن واللغلوغ. كمان احاول اقلل التوتر والتفكير والاسترس والتنشن عشان برضو احاول اقلل من دهون اسفل الدقن وتكونها وزياده سكر في الجسم. احاول دايما اشرب مشروبات ينسون زي البابونج، المشروبات اللي بتهدي الاعصاب، اشرب من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم. معلومات وتعليمات مهمه جدا كده. الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى عن 3 وصفات بسيطه جدا وسهله لازاله الدهون اسفل الدقن واللغلوغ، كل واحد طبقها وجابت معاه نتيجه باذن الله. يسيب لي رايه في الكومنتات، ولو ليكوا اي سؤال سيبه لي في الكومنتات، وبرضو اي اقتراح في اي فيديو جديد عاوزين نعمله سيبه لي باذن الله في الكومنتات، وباذن الله ربنا يقدرني واعمله. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. كنت معاكم دكتور احمد مكاوي، دكتور العلاج الطبيعي والتغذيه. ما تنساش تفعل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد واشعار بكل حلقه، وتعمل لايك للفيديو عشان يكبر وينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل شير عشان اكبر عدد من الناس يشوف الحلقه ويستفيد. باذن الله القاكم في فيديو جديد قوي من فيديوهاتنا المهمه جدا جدا لصحتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.